حزن ذاتي وناجات ابتدن ويروحة حسين دموع اكتب عباراتي طريقك كربلا منين اريد امشي قلب دامي وزور ارغام يا امين وسطاني حلم غافي حلم شوفت ضريحين اشوف قبرك واطوف واتشبي الطفوف واستمع بكائي حاجتي يا ربي السماء يا مقابر مهجة فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله يعود على الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي والشعب العراقي. إحنا هذا الموكب كل سنة وهذا الموكب تأسس بسنة 1900 2005. اسمه موكب الأنوار وهذا موكب الأنوار هم ما عنده مثل تابع الجهة السياسية أو تابع الحزب تابع ناس خيرين وأصحاب كسب خاص ومتقاعدين وموظفين وكسب. الله يوفقك. وهذه كل سنة أحلى ومو بس هنا بكربلة وبالكاظمين هم نصف بكربلة ونصف بالكاظمين. الله يوفقك. طيب عمي قد يسأل سائل أنت ما تخاف من كورونا اليوم؟ لا والله من جيت للحسين طلعت من البيت والله العظيم ما خفت من كورونا خليته يا الله والحسين. أي والله شنو الفكرة من الموضوع أنه ما تخاف من كورونا؟ والله لأن أنا ثقتي بثقتي أولا بالله وأهل البيت. أي والله ثقتي بالله وأهل البيت لأن أنا شفتهم أكثر من مرة من سويت عملية العيني ويوم من الأيام يمكن الأخ أبو مقتدى سولفت له إحنا قاعدين مو هاي السنة سنة العام أول العام أي تعرف أني الحمد لله وشكر الله ناعم علي بصلاة الصبح ما خليه تغلبني يمكن شافوا الجماعة ما نادر أن أخليه تغلبني قعدت صليت الصبح وقعدت ونبت شوية أجوا اثنين أشخاص واحد لابس أبيض ما بالضبط ما شفت واحد وياه جماعة الموكب كلهم موجودين وثاني يوم سلمت قال له هذا سجله هذا لا سجله هذا سجله هذا سجله أي والله وحق هذا أبا عبد الله هاي وحدة وحدة ثانية مرة من السنين إحنا طابخين هنا خلص الغاز إحنا أنا جايب 15 قنينة غاز بس قنينة واحدة فارغة الجماعة يقولون يا أبا خلص الغاز ماكو ولا قنينة وهذا موجود الجماعة شكلنا على القنينة الله شاهد فارق القنينة القنينة فارغة شكلناها طبخنا وكملنا وخلصنا والقنينة فارغة أنا قالوا مو يقنا قلت لهم خلوها على الله والحسين أي. شنو رأيك بالشباب اليوم بالخدمة الحسينية؟ والله الشباب هم خدمة الحسين بس إحنا كل مو بس يخدمون الحسين نريد نكون صلاة وصوم وهالشغلات مش اسمه لأن إحنا دولة إسلامية وشيعي وشيعة مو نتقيد بالغرب هذا شعر وهذا ما ادري شلون لا اكون هذا الشباب الثقافي صحيح شباب مثقف بس لا تشوف ما تلمس من عندك صلاه صوم ما المس من عندك ايوه طيب عمي اليوم احنا نعول هواي على الشباب لكن اريد اسالك قبل 2003 اي شلون كنت تقيمون والله كنت انا قبل 2003 الله شاهد ما اقول لك نجي بالبساتي زين واللي يكذوك يكذوك واللي يضربوك يضربوك واللي يرقمونك ظهرك يرقمك انت وكم صح ونجي بالليل نطلع مثلا من بغداد الساعه 12 بالوحده انا كنت موظف بدائره نتواعد انا واصدقائي وزملائي تجينا السياره مثلا ب 11 ونص ب 12 نوصل بالستين بالثلاثه على البساتي اي والله ما في يوم مشينا على الشارع العام صعبه اي والله صعبه هسه الحمد لله وشكور تمشي بطولك وشكر لله والحمد لله والشكر من الله واهل البيت وبعض الله. شنو اللي ابرز دعاء راح تدعي بزياره؟ والله ابرز دعاء اقول ان شاء الله يرحم الامه الاسلاميه والشعب العراقي ويشفينا من هذا وباء كورونا، مو بس لي الكافه الشعب العراقي. ايوه. حزن ذاتي وناجات ابتدن ويروحة حسين دموع اكتب عباراتي طريقك كربلا منين
أريد أمشي قلب دامي وزور أربام يا آمين. وسطاني حلم غافي حلم شوفت ضريحين، أشوف قبرك وأطوف وتشبي الطفوف واستمع بكائي حاجتي يا ربي السماء يا مقابر مهجة فاطمة.